يأتي انعقاد ورشة تكريم للموظفين الإداريين في جامعة القدس المفتوحة انطلاقا من الدور الحيوي الذي يقومون به. في هذه المرة الصورة مختلفة، الطلاب هم الذين يكرمون أعضاء الهيئة الإدارية جميعا ودون استثناء، ويأتي هذا التكريم ضمن مقرر يعزز العلاقات الداخلية للنظام الداخلي للمؤسسة أو للجامعة، وأشرفت عليه الأستاذة رؤى شحاده، وكان حقيقة من الأنشطة التي تعزز العلاقات والانسجام بين الطلبة والعاملين، وهو هدف استراتيجي من استراتيجيات الجامعة. طبعا اليوم عملنا فعالية هي تطبيق عملي عن مادة نظرية اسمها برامج العلاقات العامة وبرامج العلاقات العامة، وطبعا كان الفعالية هو حفل تكريمي للموظفين الإداريين الموجودين في الجامعة. طبعا بعلمكم يعني أكيد الجمهور الداخلي هو أساس نجاح المؤسسة ورقيها، فإذا إحنا كرمنا الجمهور الداخلي هو بحد ذاته راح يكون في عنده رضا نفسي، رضا وظيفي للإشي اللي عمله بكون فيه، فبالتالي راح يكون في عنده زيادة بالعطاء، زيادة بالإنتاجية، إتقان بعمله بشكل أكبر، راح يكون في عنده ولاء وانتماء للجامعة اللي هو وللوظيفة. حتى أنا بحكي يعني عن المؤسسات بشكل عام. نظمنا نحن اليوم طلبة العلاقات العامة والإعلان في جامعة القدس المفتوحة حفل تكريم للموظفين الإداريين في الجامعة، لفتة منا لتقدير جهودهم الحثيثة طيلة السنوات الماضية بشراكة مع مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية.